أهلا بيكم يا سنة رابعة، يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بداية درسنا اللي هو كان بعنوان الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يعني إيه نشاط زراعي، واتكلمنا عن أهمية الزراعة. النهاردة هنكمل باقي الدرس بتاعنا، وأول حاجة هنبدأ بيها عوامل قيام الزراعة. كنا سألنا سؤال في نهاية درسنا المرة اللي فاتت وقلنا هل الزراعة عشان تكون موجودة لازم يكون ليها عوامل او لازم يكون ليها شروط، وسيبنا السؤال مفتوح انكم تدوروا عليه. الزراعه عشان تقوم يا اولاد لازم يكون ليها عوامل ولازم يكون في شروط متوفره في المكان اللي انا هزرع فيه. نصنف العوامل دي الى عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. تعالوا نتعرف كل واحده ايه التفاصيل بتاعتها. من العوامل الطبيعيه لوجود الزراعه، انا عشان ازرع محتاج ميه ومحتاج مناخ ومحتاج تربة. مياه، مناخ، تربة. يبقى من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة مياه، مناخ، تربة خصبة. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على العوامل البشرية. أنا عشان أزرع إيه الحاجات اللي أنا محتاجها تكون بشرية؟ أول حاجة محتاجها رأس المال، محتاج الفلوس. تاني حاجة محتاجة الأسواق، جمع السوق. تالت حاجة محتاجة الأيدي العاملة، الناس اللي هتشتغل. آخر حاجة محتاجاها النقل والمواصلات. يبقى من العوامل البشرية لقيام الزراعة 4 حاجات: رأس المال والأسواق، أيدي عاملة، نقل وطرق. رأس المال والأسواق، أيدي عاملة، نقل وطرق. طيب في معلومة مهمة جدا عايزاك تعرفها قبل ما ناخد كل عامل من العوامل دي ونعرفه بالتفصيل. المعلومة دي بتقول إن في تنوع في المحاصيل الزراعية من مكان للتاني، طب يا ترى ليه؟ الجزئية دي بتديني سؤال، بما تفسر تتنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر؟ إيه الأسباب اللي عندي تخلي المحاصيل مختلفة من مكان للتاني؟ 3 حاجات يا ولاد. تتنوع المحاصيل الزراعية لاختلاف الظروف الطبيعية. يعني إيه كلمة اختلاف الظروف الطبيعية؟ يعني كمية المية، يا ترى المكان ده فيه كمية مية قد إيه؟ كتيرة ولا قليلة؟ الحرارة، هل المكان ده درجة حرارته عالية ولا درجة حرارته منخفضة؟ هل التربة دي جيدة الخصوبة ولا قليلة شوية؟ طب ده هيفرق في إيه؟ عندي محاصيل زراعية بتحتاج مية كتير جدا، عندي محاصيل بتحتاج درجة حرارة منخفضة شوية أو عالية جدا، عندي محاصيل بتحتاج إن التربة دي لازم تكون خصبة جدا عشان النبات ده ينمو، وعندي محاصيل تانية ما بتفرقش معاها أوي، ممكن تتزرع في تربة مش كثيرة الخصوبة. لما يجي لي سؤال زي كده بما تفسر تتنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر، هتبقى الإجابة لاختلاف الظروف الطبيعية، نسك، مياه، حرارة، تربة. لاختلاف الظروف الطبيعية، نسك، مياه، حرارة، تربة. تعالوا ناخد دلوقتي العوامل الطبيعية عامل عامل ونعرف التفاصيل بتاعها. من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة المياه. طيب هل أنا عندي مياه في مصر؟ أه طبعا عندي مياه كتير جدا بزرع فيها. أول نوع عندي والمصدر الرئيسي للمياه سواء للشرب أو للزراعة هو نهر النيل. نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويتم توزيع المياه بتاعته عن طريق الترع. طيب يعني إيه كلمة ترعة؟ الترعة زي ما احنا شايفين في الصورة كده هي قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية. هي قناة بحفرها بزودها بمياه نهر النيل، فالمية دي تفضل ماشية جوه الأراضي الزراعية عشان أقدر أزرعها. يبقى تاني، ما المقصود بالترع؟ قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه للأراضي الزراعية. قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية. طيب هو أنا ما عنديش غير مياه نهر النيل؟ لا، عندي نوع تاني من المياه بزرع منه. زي إيه؟ زي المياه الجوفية. فاكرين المياه الجوفية أنا بزرع فيها فين بالظبط؟ خدناها في الترم الأول؟ بزرع فيها في المناطق الصحراوية وسيناء. تحديدا أنهي مناطق صحراوية؟ الواحات. برافو عليكم. يبقى المياه الجوفية تعتمد الزراعة عليها في المناطق الصحراوية زي الواحات وسيناء. طب عايزين نعرف تعريف يعني ايه مياه جوفية. المياه الجوفية هي مياه توجد في باطن الأرض، هي مية جوه باطن الأرض وعلى أعماق مختلفة. يعني ساعات المية دي بتكون قريبة من سطح الأرض وساعات بتكون بعيدة جدا
عن سطح الأرض. طيب بحصل عليها ازاي؟ ازاي بعرف اطلعها من بطن الأرض؟ بحصل عليها عن طريق حاجتين، العيون أو حفر آبار. العيون هي مياه بتنبع لوحدها من بطن الأرض ودي الصورة بتاعتها، والآبار أنا بحفر بير كبير عشان أحصل على المياه اللي هي على أعماق بعيدة شوية. يبقى ما المقصود بمياه جوفية؟ هي مياه توجد في بطن الأرض على أعماق مختلفة يتم الحصول عليها عن طريق آبار أو عن طريق آبار أو عيون. هي مياه توجد في بطن الأرض على أعماق مختلفة يتم الحصول عليها عن طريق عيون أو حفر آبار. طيب كده أنا بزرع بمياه نهر النيل وبزرع بالمياه الجوفية. طيب عندي مياه تانية بزرع فيها، افتكر كده معايا المعلومات اللي خدناها في الترم الأول، هتلاقي إني أنا عندي كمان بزرع بالأمطار. طيب الأمطار دي في مكان معين بيعتمد على بتعتمد الزراعة فيه على المياه بتاعة الأمطار، إيه هي؟ السواحل الشمالية. طيب هل نسبة الأمطار دي أو هل الأراضي اللي معتمد على مياه الأمطار دي كتيرة ولا قليلة؟ لا هي مساحتها قليلة. يبقى تاني المياه عندي نهر النيل هو المصدر الرئيسي وبيتم توزيع المياه عن طريق ترع، وعندي مياه جوفية بتعتمد عليها المناطق الصحراوية زي الواحات وسيناء، وعندي مياه الأمطار تتركز في السواحل الشمالية، ولازم نعرف إن هي مناطق قليلة جدا. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هي المناخ. المناخ بيساعد على تنوع المحاصيل الزراعية، ودي برضو معلومة كنا خدناها من قبل كده. قلنا إن في محاصيل بتحتاج درجة حرارة منخفضة ودي بسميها محاصيل شتوية، وعندي محاصيل بتحتاج درجة حرارة عالية ودي بسميها محاصيل صيفية. تاني حاجة يا أولاد إن مناخ مصر مناسب للزراعة طول السنة. أنا بزرع طول السنة طبعا باختلاف المحاصيل. طيب تعالوا نعرف أمثلة للمحاصيل الشتوية وأمثلة للمحاصيل الصيفية. من المحاصيل الصيفية قطن، رز، ذرة، عنب، قصب السكر. قطن، رز، ذرة، عنب، قصب السكر. نقولهم مع بعض آخر مرة، قطن، رز، ذرة، عنب، قصب السكر. أما المحاصيل اللي بزرعها في الشتاء فهي قمح، برسيم، بصل، فول، موالح وخضروات. قمح، برسيم، بصل، والفول، موالح وخضروات. تالت حاجة هتكلم عليها يا أولاد هي التربة. تتميز مصر بوجود تربة خصبة. طيب التربة الخصبة دي موجودة فين؟ في الوادي والدلتا والواحات. نخلي بالنا من الجزئية دي لأن هي بتيجي أكمل. توجد التربة الخصبة في مصر في نقط ونقط ونقط، وادي النيل والدلتا والواحات. تعالوا نوضحهم مع بعض على خريطة مصر. فين الدلتا؟ برافو عليكم، السبعة اللي فوق دي اسمها الدلتا. فين وادي النيل؟ كل المسافة دي اسمها وادي النيل. تعالوا دلوقتي نتكلم على العوامل البشرية. عوامل البشرية نفتكرهم مع بعض، رأس المال والأسواق، أيدي عاملة، وسائل نقل وطرق. طب أنا بحتاج رأس المال في إيه؟ لشراء البذور والآلات والأسمدة والمبيدات الحشرية، عشان أشتري البذور اللي هحطها في الأرض والآلات اللي هتساعدني في وضع البذور والاهتمام بيها وحصاد المحاصيل، والأسمدة اللي هتساعد إن المحاصيل دي تنمو، والمبيدات الحشرية اللي هتقضي على الحشرات اللي بتصيب الزرع. طيب بالنسبة للأسواق أنا محتاجة الأسواق في إيه؟ بحتاج الأسواق في بيع المنتجات الزراعية. أنا خلاص زرعت وجمعت المحصول بتاعي، هعمل بيه إيه ده كله؟ لازم نحتاج سوق علشان أبيع فيه المنتجات الزراعية. طيب الأيدي العاملة، الأيدي العاملة قصده الناس اللي بتشتغل في الزراعة. طب مهمين ليه؟ بيعملوا إيه؟ تقوم بحفر الترع وزراعة الأرض. آخر حاجة وسائل النقل والطرق، ودي حاجة مهمة جدا جدا للزراعة. إيه علاقة وسائل النقل بالزراعة؟ طيب المنتجات والبضائع اللي عندي هتمشي فين؟ هشيلها ولا لازم محتاجة وسيلة نقل تنقلها ومحتاجة طريق تمشي عليه؟ يبقى النقل المنتجات والبضائع. كده احنا خلصنا العوامل الطبيعية، خلصنا العوامل البشرية، واتكلمنا عن أهمية الزراعة ويعني ايه نشاط زراعي. دلوقتي هنتكلم على الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية احنا اتفقنا ان مصر الزراعة ترتبط بتربية الحيوانات، وعندي في مصر تتنوع الثروة الحيوانية في مصر من مكان للتاني. عندي في الوادي والدلتا بربي
الجاموس والأبقار. يبقى يجي يسألني الوادي والدلتا ايه قال الحيوانات اللي بتربى فيهم؟ الجاموس والأبقار. طيب عندي حيوانات تانية بربيها في الصحراء، زي ايه؟ زي الماعز والأغنام والإبل. الماعز والأغنام والإبل، الإبل اللي هم قصدهم بيهم الجمال. الجزئية دي بتيجي أكمل، مين الحيوانات اللي بربيها في الوادي والدلتا؟ مين الحيوانات اللي بقدر إن أنا أربيها في الصحراء؟ دلوقتي هنتكلم على تالت حاجة عندي اللي هي صايد الأسماك. تتنوع في مصر مصايد الأسماك. عندي مصايد عذبة ومصايد مالحة. يعني إيه مصايد مالحة ومصايد عذبة؟ يعني سمك بيطلع من المية المالحة وسمك بيطلع من المية العذبة. طب المية العذبة عندي زي إيه؟ زي نهر النيل والفرعين بتوعه اللي هما مين؟ دمياط ورشيد. وكمان بصطاد من بحيرة ناصر. يبقى من مصايد الأسماك العذبة، نهر النيل وفرعيه، دمياط ورشيد، وبحيرة ناصر. طيب المصايد المياه المالحة بصطاد من فين؟ يا إما بصطاد من البحر الأحمر يا البحر المتوسط والبحيرات المالحة، زي مثلا بحيرة قارون. يبقى عندي مياه عذبة، مصايد عذبة، ومصايد مالحة. عذبة زي نهر النيل والفرعين بتوعه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر، والمالحة البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات المالحة. تعالوا نوزع مع بعض الأماكن أو المصايد الأسماك. أول حاجة البحر الأحمر، دي مصايد عذبة ولا مصايد مالحة؟ برافو عليكم، مصايد مالحة. والبحر المتوسط مالحة ولا عذبة؟ برافو عليكم، مالحة. طب نهر النيل؟ عذبة. فرع دمياط وفرع رشيد هما الاثنين كمان مصايد مياه ايه؟ عذبة. واخر حاجة خالص بحيرة ناصر. لازم نعرف اماكن الحاجات دي كويس قوي يا ولاد. يبقى ده نهر النيل، فرع دمياط، فرع رشيد، البحر المتوسط، والبحر الاحمر، والحتة التخينة في نهر النيل من تحت دي اسمها بحيرة ناصر. اخر حاجة خالص وابقى ختمت بيها الدرس بتاعنا، جهود الدولة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية. تعالوا نتكلم الزراعة الاول. يعني ايه كلمة تنمية الزراعة؟ يعني الزراعة بما انها مهمة جدا في حياتنا كلنا ما نقدرش نستغنى عنها، لازم نعمل لها تنمية، تطوير. طب ليه؟ علشان نزود الانتاج بتاعها وتكفي وتكفينا كلنا. نفس النظام بالنسبة للثروة الحيوانية، انميها يعني اقطعها واهتم بيها. اول حاجة الدولة عملتها عشان تنمي الزراعة استصلاح الاراضي الصحراوية. يعني نروح للأراضي الصحراوية ونحاول نوصل لها مية ونحاول نظبط التربة بتاعتها عشان نزرع فيها. فبالتالي بدل ما بزرع في حتة صغيرة اللي هي الوادي والدلتا، أبتدي كمان أزرع المساحات الكبيرة الصحراوية. يبقى أول حاجة استصلاح أراضي صحراوية، استصلاح أراضي صحراوية. طيب تاني حاجة عندي تحسين الإنتاج الزراعي. تحسين الإنتاج الزراعي يعني هجيب مبيدات أقل ضرر، هجيب أسمدة جيدة جدا، هجيب بذور جيدة جدا. لما هجيب البذور جيدة هيطلع لي الإنتاج الزراعي، النبات اللي هيطلع في الآخر هيطلع كويس. لما هجيب له أسمدة كويسة ومبيدات كويسة كمان هيبقى عندي إنتاج زراعي كويس. يبقى أول حاجة استصلاح الأراضي، تاني حاجة تحسين الإنتاج الزراعي. رقم ثلاثة الاهتمام بالتعليم الفني باستخدام الأساليب الحديثة. الاهتمام بالتعليم الفني، يبقى عندي مدارس متخصصة في التعليم الزراعي، هي موجودة بالفعل دلوقتي، اهتم بيها واطورها واطلع جيل فاهم كويس جدا ازاي يهتم بالاراضي الزراعية وازاي يطورها وينميها. استخدام الاساليب الحديثة يعني اشوف ايه الالات الحديثة في الزراعة وابتدي ان انا اجيبها واستخدمها. يبقى نعيد تاني، استصلاح الاراضي، تحسين الانتاج الزراعي، الاهتمام بالتعليم الفني، واستخدام اساليب حديثة. اخر حاجة رعاية الفلاح المصري وتحسين المعيشة. مين اللي بيزرع؟ الفلاح، صح؟ انا لو اهتميت بيه ووفرت له رعاية صحية وحسنت له المعيشة بتاعته هيشتغل افضل، ولما يشتغل افضل هيزود في الانتاج الزراعي. يبقى اخر مرة نقولهم مع بعض، استصلاح الاراضي، تحسين الانتاج الزراعي، الاهتمام بالتعليم الفني، واستخدام الاساليب الحديثة، رعاية الفلاح وتحسين معيشته. ده بالنسبة للزراعة. طب بالنسبة للثروة الحيوانية هعمل ايه؟ هعمل حاجتين. اول حاجة هوفر الرعاية البيطرية للحيوان، يعني اجيب ناس مختصين دكاترة بيطريين يهتموا لي بالحيوانات اللي عندي ويخلي بالهم منهم. تاني حاجة استيراد وتربية سلالات جيدة.
يعني انا لو هاجي اشتري من بره حيوانات ابقى متاكد جدا ان الحيوانات دي السلاله بتاعتها، يعني العينات بتاعتها دي عينات كويسه جدا، علشان لما اربيها عندي تبتدي ان هي تجيب لي حيوانات اخرى، يبقى الحيوانات اللي هي هتجيبها هتبقى كويسه كمان زيها بالظبط. يبقى توفير الرعايه البيطريه للحيوان استيراد، يعني ان انا اشتري من بره، استيراد وتربيه سلالات جيده، استيراد وتربيه سلالات جيده. كده يا سنة رابعة أنا خلصت الدرس بتاعي، أرجوكم تذاكروا كويس جدا لأن الدرس ده سهل وبسيط بس فيه معلومات كتيرة. ذاكروا كويس وأشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية.